هذا من حيث العالم لا يغتر بعلمه، أيضا من حيث المتلقي لا يغتر بمن يلقي، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. فكيف إذا كان هذا المتلقي يفتح الأبواب لهذا الملقي العالم أو طالب العلم، كيف به وهو يفتح له الأبواب حتى يقع في الضلال إذا رأى أن له تبجيلا وقدرا وأعطي من الأوصاف ما أعطي؟ هذا يفتح عليه باب الزيغ. لما؟ لأنه إذا أكثر عليه من الثناء والتبجيل ظن أن كل ما يقوله حق، فإنه لو وقع في باطل ونوقش ما رجع. لما؟ خيفة من أن يقع في نفسه ما وقع بسبب ما وصف به من أوصاف. ولذلك تجد أن الشرع حذر من المدح، من المدح من الغير، وحذر من الإعجاب، أن يعجب الإنسان بعمله أو بعلمه. لا تعجب، إن لم يعصمك الله فإنك ستكون من الخاسرين. هذه كفائدة لنا، أن العالم وطالب العلم يخشى من الزيغ فيسأل ربه الثبات. الراسخون في العلم في قضية المتشابه دعوا الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهم من؟ الراسخون في العلم، ما هم طلاب علم، ما هم علماء، ليسوا بعلماء فقط، وليسوا بطلاب علم، وليسوا بدعاء، راسخون في العلم ويخشون على أنفسهم من الزيغ. فكيف بنا نفتح الأبواب مشرعة بالثناء والمدح والتبجيل وما شابه ذلك؟ فيزيد الطين بلة، ولا سيما في هذا العصر. البيئة لها تأثير على خلق الإنسان، على سمته، هذا شيء مشاهد، على خلقه، على سمته، على مروءته، على دينه، فيكون ضعيفا، ليس كالجيل السابق أو البيئات السابقة. فالحذر، الحذر، لا تجني على نفسك بأن تعجب بنفسك، ولا تجني على غيرك بأن تمدحه في وجهه، بل حتى في الخفاء، لو مدحته في الخفاء وعلمت أن هذا المدح سيصل إليه فلا تفعل. دع الناس على ما هم عليه، الإنسان ضعيف، ما من إنسان إلا هو ضعيف في أصله، ضعيف. أي إنسان يحب الشهرة، يحب المدح، يحب المال، يحب أن يقدر، أن يبجل، كل هذه موجودة في أصل بني آدم، كما قال عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل في بني آدم الظلم والجهل، إلا من عصمه الله عز وجل، فتأتي الآيات الأخرى: قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها. ولذلك ما في أبلغ من أنه يحثى في وجه المداح التراب، هل هناك أبلغ من هذا؟ ما في أبلغ.